في كلمته خلال ندوة نظمت بالدار البيضاء، دعا السيد رياض مزور وزير التجارة والصناعة غرف التجارة والصناعة والخدمات إلى الاطلاع بشكل كامل بمهمتها الحقيقية في خلق الثروة وفرص الشغل. السيد مزور أكد أن غرف التجارة ينبغي أن تكون رافعة أساسية لخلق الاستثمارات المنتجة، وذلك بغية ضمان حكمة جيدة تمكن الغرف من وضع مخططات ذات قيمة مضافة عالية. مشروع ديال التحول اللي طلقته الوزارة والذي يهدف اولا الى جهويه هذه الغرف واعطائها المكانه ديالها التي تلعبها في اطار تنميه الجهات، فتم يعني تنظيمها في شكل غرف جهويه عوض التقسيم السابق. غرف التجارة والصناعة والخدمات لها أهمية كبرى في تنمية النسيج الاقتصادي الجهوي والوطني ودعم الاستثمار والمقاولات وإحداث المزيد من فرص الشغل. اليوم إن شاء الله مع الحكومة المنسجمة بغينا هذه الندوة هذه غادي تكون تخرج بتوصيات مهمة اللي هي تكون غرف تجارية عالمية اقتصادية رافعة. في هذا اليوم هذا سيتم مناقشة يعني الحصيله ديالها 12 ديال هاد جهوات غرف، وكذلك الانتظارات ديال المنتسبين، وكذلك المشاكل اللي نجات عن هاد جهوات غرف. برنامج هذه الندوة الوطنية يتضمن أيضا عقد لقاءين حول حصيلة الاتفاقية الإطار لتأهيل غرف التجارة والصناعة والخدمات، وأخرى حول مكانة هذه الغرف في إطار الجهوية الموسعة.